دكتور جمال، أرحب بحضرتك مرة أخرى. يعني يبدو أنه بالفعل قطاع الطاقة سيكون هكذا يتوقع بعض المصادر الاقتصادية أنها ستكون رأس الحربة للاقتصاد المصري أو للدول المصرية في الفترة المقبلة. لعل اليوم يعني لقاء الرئيس المصري مع مسؤولي أباتشي العالمية يؤشر إلى هذا الأمر، رغبة مصر القوية في جذب المزيد من الاستثمار في مجال الطاقة. كيف ترى هذا المستقبل من التوجه الاقتصادي؟ خليني أقول لك، يعني يمكن تعليلا، الاقتصاد أي اقتصاد طالما أن هناك عجز في إمكانيات الطاقة لديه سوف تكون مشكلة كبيرة لهذا الاقتصاد في عملية الاستمرار والاتزان. وبالتالي احنا بنتكلم على ان دولة مصر كان من اهم الاشياء التي وضعتها يمكن منذ اكثر من 10 سنوات ان يكون لديها نوع من التأمين لدى ملف الطاقة لكي يكون هناك اتزان لدى الاقتصاد ويكون اليه هبات تطلعيها لهذا الاقتصاد في ان يكون اقتصاد قوي. يمكن بنتكلم على ان مصر يعني منذ اكثر من 30 سنة تعتمد على قدرتها في انتاج الكهرباء من المحروقات، يعني من المازوت ومن السولار ومن الغاز الطبيعي. ثم بدأ التطور في بداية الألفية أو بداية العشرينات اللي احنا بنتكلم عليها في التحول بجزء كبير جدا لاستهداف الغاز الطبيعي كعامل أساسي في إنتاج الكهرباء، ووصلنا بقدرات تصل لأكثر من 87% قدرات مصر من الغاز الطبيعي بيتم إدخالها لمحطات الكهرباء لإنتاج الكهرباء. يمكن الموضوع اختلف تماما لدى القادة السياسية، ممكن توليها، وهذه كلمة حق أقولها، يعني هناك تصور لدى القيادة العامة في أن يكون ملف الطاقة يتماشى مع المعايير العالمية، وإحنا بنتكلم على مزيج الطاقة العالمي. مزيج الطاقة العالمي هي معادلة لجأت إليها الدول العملاقة الصناعية الكبيرة في أن يكون لديها موارد، إما لم تكن لديها داخل أراضيها هذه الموارد بتبحث عنها باستثمارات خارجية من خلال شركات عالمية. هذه الشركات تجوب الكرة الأرضية بحثاً عن البحث والتنقيب عن الغاز والبترول في كل أنحاء العالم، وبالتالي حققت هذه 27 شركة لدولها نوع من الاستقرار في كل ما لديها من حصص الطاقة وما تحتاجه مستقبلاً. يمكن الدولة المصرية عدلت نفسها منذ 2017 في ثلاث توجهات. التوجه الأول هو الذهاب إلى معايير سلة الطاقة العالمية التي تعطي نوع من الاتزان لدى الاقتصاد المصري، وكان كان التحول من أن يكون وقود أحفوري بنسب تصل ل 80% إلى تنوعية سلة هذه الطاقة. السلة العالمية للطاقة بتعتمد على أن الغاز الطبيعي لا يتعدى من 20-22%، البترول أو النفط يتراوح ما بين 9-13%، الطاقة المتجددة من 15-18%، الطاقة النووية من 13-15%، الطاقة الكهرومائية من 7-9%. عندما احنا بنتكلم على الطاقة المتجددة ايضا معدلاتها تصل ما بين 18-21%. هذه المعادلة او سلة مزيج الطاقة العالمية مصر لجأت اليها في كل مشروعاتها القومية، و كان تحدي لدى القيادة السياسية في أن يكون هذا التصور هو الفترة القادمة في خلال 10 سنوات ابتداء من 2017. ما وصلت إليه الدولة المصرية من هذا الوقت حتى الآن، مصر كانت لا تتعدى اعتماد على الطاقة المتجددة بمعدلات لا تتعدى 1.5%، وكنا بنصل إلى 97% كلها وقود أحفوري تماما من البترول والغاز الطبيعي. ولكن الآن هذه المعادلة يمكن بدأت من خلال الاستثمارات الحكومية، حيث وصلت قدرات مصر من إنتاجية الطاقة المتجددة إلى حوالي 15% بما هو كان سابق. النقطة الثانية أن دولة مصر كانت تسعى جاهدة أن يكون لديها اكتشافات اقتصادية، ويمكن ده منوط من قبل رئيس الدولة المصرية، في كانت لديه خطة من 2016 للمكوث مع كل الرؤساء التنفيذيين للشركات الأجنبية التي تعمل في قطاع البترول المصري، وأن يكون لديهم خطط مستقبلية ما بين 5-10 سنوات. وكان أحد هذه الآليات هي دخول أحد أهم الحقول العملاقة عالميا وهو حقل زهر، وقبليه كان حقل نورس، وأدت إلى أن مصر أنتجت كميات من الغاز كبيرة جدا إلى أن بدأنا في 2021 و22 و23 عملية التصدير الخارجي، ودي كانت أول الإنتاجية الاقتصادية السليمة لملف الطاقة المصري. يمكن حدث ما لم يمكن توقعه من خلال تناقص لحقل زهر بمعدلات وصلت لأكثر من 1.5 مليار قدم مكعب غاز يومي. هذا أثر تأثير سلبي تماما على معدلات قدرات مصر. خلينا دكتور الغاز ودخل هعود أكيد له تأثير، ومسألة الطاقة هي مسألة أمن قومي، يعني